الملف الأمني الغائب على واقع المدينة، الحاضر في طاولة الاجتماعات للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية، هكذا يلخص المواطنون واقعهم في تعز. الوضع الأمني في تعز ازداد سوءا من يوم إلى أسوأ، رغم الاجتماعات الشبه أسبوعية من اللجنة الأمنية مع السلطة المحلية لكن لم تبدي أي نفع، وما زالت الاغتيالات مستمرة إلى حد قبل 3 أيام. نتمنى من السلطة المحلية أمر حازم بهذا الموضوع، ولا الموضوع هذا سيطالهم يوما ما. سلسلة طويلة لعمليات الاغتيالات التي لا تتوقف، آخرها ما تعرض له محافظ محافظة تعز لحكومة الأطفال معين الدهبلي، ومقتل رفيقه الجندي حبيب الطاهري أثناء إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في منطقة وادي المعسل، وقبلهم العشرات من أفراد الجيش الوطني وكذلك مدنيون وأئمة وخطباء المساجد. كنت أنا أسوق وكان بجانبي، احنا ماشيين يعني عندها ما خرجناش مسافه من المنطقه من الحاره وادي المعسل، فاحنا ماشيين قبل النقطه اللي بجهه الدائري، الا في موتور سمع الرصاص فجاه، قد حبيب راسه كده عمل دن راسه ده، بعدين ابو الموتور قلب لقدامنا لمقابل لي ورفع بنطقه لجهتنا، وانا فلت راسي ديك الساعه تحت احتمال الدعاسه حق السياره، وجات لفوق راس حبيب، بعدين جلسنا هناك فالموتور هرب وجاوك لما سعفنا حبيب واخذناه للروضه، اخذنا السياره فخلنا المنتهي وصل المستشفى المنتهي الله يرحمه. يعني القتلى الان فوق 250 قتيل او اكثر من داخل المدينه، ماذا يريدون؟ من وراءها؟ احنا نحمل من وقف الحمله الامنيه كائنا من كان، سواء المحافظ او من وراءه. شوارع المدينة هي الأخرى أصبحت مسرحا للمواجهات المسلحة بين بعض فصائل المقاومة، في حين اكتفت السلطة المحلية والجهات الأمنية بإصدار مذكرة متضاربة لتشكيل لجان أمنية تشارك فيها جميع الألوية والوحدات العسكرية لملاحقة المتسببين بفوضى الانفلات الأمني وردعهم، فيما يأمل المواطنون أن ترى هذه اللجان النور وتباشر مهامها. بين فترة وأخرى تعود الاشتباكات المسلحة إلى أحياء المدينة بين بعض فصائل المقاومة، لكنها عادة ما تندلع على خلفية حوادث الاغتيالات المتبادلة، وهو ما ينذر بالمزيد من الصدامات إذا لم تسارع الحكومة الشرعية لمواجهة الانفلات الأمني ووضع حد لهذا التدهور المريع. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.